الاهلي بيحسم او يحسم مباراه حرس الحدود بهدفين لصلاح محسن وعلي معلول. الفقره التحكيميه مع كابتن سمير عثمان. مساء الفل ابو الكباتن. مساء النور يا كابتن. عامل ايه؟ الحمد لله كل تمام. كل سنه وحضرتك طيب. متالق. ربنا يخليك. عايز اقول لك يعني ردود افعال هائله والله. ربنا يخليك. والله بالامانه في حضرتك كابتن. تمام. مباراه سهله يعني. مباراه سهله تحكيميا لغايه الجول لما جه في الشوط الثاني. لغايه اما الجول جه. انما قبل كده طبعا كانت مباراه مقفله. طالما لسه في نتيجه تعادل بتبقى مباراه صعبه على طاقم. صعبه ايه بقى نفسيا؟ والله صعبه ايه يعني. المباراه ما فيهاش حاجه. بص يا كابتن سيد، يعني خلينا نكون واقعيين. اي مباراه طرفها فرقه كبيره وبتبقى تعادل بتبقى صعبه شويه على الحكم لغايه ما الفرقه دي تجيب جول او يجيب مثلا فيها جولين ثلاثه ورا بعض فيها. بس الحاجات دي فعلا بيبقى الحكم شاغل نفسه بيها. يعني هو ملوش علاقه المباراه تعادل، المباراه محدد كسبان، المباراه حد خسران. بالظبط. هي مش بتفرق مع الحكم بس بتفرق مع سخونه المباراه. مع اعصاب اللعيبه. مثلا الفرقه متعوده تكسب على طول، مثلا زي انديه القمه دول متعودين على طول على المكسب. مع الاخذ في الاعتبار الخصم الثاني بيبقى هدفه مش انه يكسب، لا هدفه عاوز يوصل لمرحله التعادل. فيعني في بيبقى فيها اجراءات كتير. بالظبط. ما دي الحاجات بقى اللي بتسخن ونتيجه المباراه. بس النهارده المباراه بتاعه النهارده من المباريات السهله مش الصعبه تحكيميا. مباراه سهله تحكيميا ما فيهاش مشاكل. احنا رصدنا بعض الحاجات الايجابيه والسلبيه بالنسبه لطاقم الحكام وممكن نشوفها مع بعض النهارده باذن الله ان شاء الله. طب قول لنا الطاقم التحكيمي. هو بدايه النهارده طاقم الحكام اللي ادار المباراه كابتن طارق مجدي. وكان معاه الحكم الدولي المساعد يوسف البساطي. ومع احمد لطفي حكم مساعد مرشح للقائمه الدوليه. ومع حكم الحكم الرابع كابتن حسين اسماعيل. ومحمد حسن الحكم الدولي للكره الشاطئيه واقف النهارده كان حكم خامس. وعمرو عايد برضه مرشح للقائمه الدوليه كان حكم كويس خامس. كويس. بص محمد حسن وعمرو عايد حكام كويسين جدا. أوي أوي. ممكن يديروا مباراه زي دي. عمرو عايد اتوقع له مستقبل كويس قوي. بالظبط. وربنا يوفقه. السنه اللي فاتت ما كانش عنده توفيق عالي شويه، لعب ماتشين ثلاثه بس. محمد حسن وعمرو عايد ممكن يديروا مباراه زي بتاعه النهارده. طب عندي سؤال برضو. قول لي احساسك كحكم وانت بتتكلم واشارت للفرق الكبيره والكلام دوت. يعني خليني اقول لك ان طارق مجدي مثلا، كابتن طارق مجدي حكم اخر لقاء للاهلي 14 يناير 2016. يعني انت من 950 يوم. بس ما قدرش ولا مباراه كحكم ساحه. تمام. كحكم ساحه. تمام. لكن كان كحكم خامس السنه اللي فاتت. تمام. في ثلاث لقاءات. نصر المقصه 2-3 والاسيوطي 0-1 ومباراه الانتاج الحربي لما حسب ضرب جزاء على الاهلي، وكان في ضربتين جزاء للاهلي هو حسبهم. لكن محمد فاروق، كابتن محمد فاروق انت عارف يا حبيبي يا كابتن محمد مثال فول لما مسي بس 2-1. يعني من 950 يوم. انا بس اقول لحضرتك حاجه، من 950 يوم في حوالي في يوم 500 يوم سنه وشويه كان طارق كان جاله قطع فتر اجهزه. والله يبقى انا قلت معلومه غلط بقى كده. لان انا قلت ان هو ما كانش عنده حاجه تبعده عن الماتشات. كان عنده كان عنده وتر اكيلس قعد فتره طويله جدا. وبعد كده مع فتره انت قلت لي بقى ضربات الجزاء السنه اللي فاتت كانت ليه. لا بس الحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحمد لله يعني. كل التحيه والتقدير ليه طبعا يعني. الحمد لله. اتفضل. الحمد لله. وده طاقم الحكام النهارده اللي ادار المباراه بقياده كابتن طارق. في بعض عاوزين نطمن بس ان اطلب من كابتن سمير فوق ان نشوف الاهداف نتفرج عليها الاول. أوكي. قبل ما نخش في الحالات. اوكي. مش حاجه. بالظبط. احنا نطمن على الاهداف. ما نطمن على الاهداف الاول. ده الهدف الاولاني. تمام. ده الهدف الاولاني طبعا ما فيهوش مشكله خالص. اوكي. تمام. بعد كده احنا هنا جايبين تنفيذ ركله الجزاء. تمام. تنفيذ ركله الجزاء هنجيبها لك. هنجيب ركله الجزاء في الحالات لوحدها. طبعا. تمام. بالنسبه لتنفيذ ركله الجزاء خلاص هنا كل الاثنين دخلوا. طبعا هنا طبعا يفضل طالما يعني بص ناحيه الشمال في واحد من هنا وواحد من هنا دخل. طالما المفروض في لعيب دخل من هنا ومن هنا والكره دخلت او ما دخلتش المفروض الكره تعد. بس في معظم الدوريات اللي في العالم مع برضو ترشيحات الاتحاد يعني الدولي بيمشيها ما فيهاش مشكله. عايز اقول لك كاس العالم بالظبط بيمشوها يعني. احنا هنا جايبين الهدف بتاع ركله الجزاء. انما الحاله بتاعه ركله الجزاء هنجيبها طبعا. دي هنجيبها في الاخر برضو ان شاء الله. اتفضل يا سمير. اتفضل يا سمير. ممكن نخش على الحالات نقدر نشوف الحالات بعد كده بقى.
بص يا كابتن احنا بس هي دي النقطه دي. بص كابتن سيد انا جايب اللقطه دي بس بتاعه السماعه دي من ضمن الحاجات يا كابتن اللي ممكن تضيع تركيز الحكم في جزء من الثانيه. طبعا حته ان السماعه مش محطوطه كويس وفي سلك برضو هي شغاله اصلا بالامانه بتبقى شغاله اصلا بالامانه. بص اما كنت بحكم يعني بالامانه يعني بعض الاحيان هتتحاسب عليها واحنا في ايام مفترضه. انا اقول لك لما كنت بحكم السنه اللي فاتت عليها. يعني انا لعبت ماتش الاهلي واتلتيكو مدريد بصراحه اخر ماتش انا لعبته اول 7 دقايق كنت شايل السماعه بصراحه يعني شلت السماعه وديتها لمحمود بسيوني الحكم الاضافي. كنت بتلعب الاهلي وريال مدريد الاهلي واتلتيكو مدريد واتلتيكو مدريد اللي كان في استاد برج العرب. ما انا خلي بالك ما انا يسمع بيها يا ما تضايقنيش السماعه محطوطه وانا مش سامع بيها تاخد جزء من تركيزك. طبعا يعني هنا واخد جزء من التركيز من طارق بيحط السلك مش متظبطه. فانا يعني دي نصيحه ليه هو وبرده ولزمايله وانت نازل معدات المباراه دي لازم تكون متاكد فيها بنسبه 100%. نشوف بقى الحاله الاولانيه تمام. ده هنا في خطا المفروض كان يحتسب على سعد سمير تمام. ممكن نشوفها طبعا هو خطا واضح خطا في مكان مؤثر بالظبط كان لازم طبعا خطا يحتسب على سعد سمير هو ما فيهوش انذار بس هو في خطا طبعا يا كابتن في دخول على مهاجم حرس الحدود. ده امام عاشور عمل ماتش كويس يعني لعيب كويس واضح ان هو صغير في السن لعيب كويس. طبعا ده خطا كان لازم يحتسب طبعا على حدود منطقه الجزاء على النادي الاهلي الحكم امر باستمرار اللعب. انا من وجهه نظري انا طبعا خطا واضح كان لازم يحتسب بالرغم ان طارق برده واخد مكان كويس فيها انما تقديره فيها ما كانش تقدير سليم. اوكي تمام دي الكره الاولانيه. بعد كده عندنا في الكره الثانيه بص الكره الثانيه كابتن دي من اخطر الكور تمام. هو ما خدش باله الاول ان في حاجه وبعدين راح فاستدعى الناس على طول. طبعا انا متهيألي ان الحكم الرابع اللي قال له لو ممكن يكون حسين اسماعيل هو اكتر واحد هيكون شافها المباشر شايف. وخلي بالك كابتن الكره زي دي انت لازم طبعا توقف المباراه فورا طبعا سلامه اللاعبين اهم بالظبط. لان خلي بالك ممكن يا كابتن سيد ممكن يكون الاثنين ممكن ما يكونوا شافوا بعض يعني بوز دخل على الكره ده اصطدام في بعض الاحيان في الكور دي يا كابتن ممكن الاستئناف بتاعها بيبقى باسقاط ما بقاش فيه اي مفيش خطأ بس احتكوا بعض بالظبط. فهنا انت ما تعرفش الخطأ مين اللي عمله الاول فالمفروض طبعا هنا طبعا دي ممكن يستأنف بها باسقاط. هنا طبعا كان خطأ جامد شويه طبعا تمام. وهنا طبعا هو وقف المباراه. طب بص اقف هنا يا سمير هو واضح طبعا لعب الحرس بس احنا عايزين دبله ده متاح ولا بص لا دي طبعا مش مسموح بيها ودي ممنوع okay. ودي مسؤوليه طاقم الحكام بس نقف عندها بعد اذنك. دي يا كابتن حتى لو غطيتها ببلاستر ممنوع يعني انت لازم تشيلها وكمان لازم طاقم الحكام يشيل الدبل لو لابس دبل طاقم الحكام كمان okay. لان دي ممكن تمثل خطوره برضو على اللاعبين فدي طبعا مسؤوليه الحكام كلها مش مسؤوليه الحكم الرابع okay. قبل المباراه انت لازم بتبص على معدات اللاعبين تتاكد فطبعا ده طبعا المفروض كانوا يبصوا عليها الاول واكيد دي برضو في التحليل بتاع لجنه الحكام هيجيبوا لقطه زي دي لان مهمه جدا يعني فضل. تمام ممكن نشوف اللقطة اللي بعدها. انذار اللقطة اللي بعدها طبعا ده انذار واضح جدا وطبعا ده بسبب التهور طبعا على ازارو تمام. بس انا بس اتمنى من طارق بس في كرة زي دي يا كابتن لازم اما يجي يدي الانذار لازم يبقى واضح. نبص هنا لغايه دلوقتي احنا مش عارفين مين انما لازم يستدعي اللاعب لازم يستدعيه عشان يشوفه صحيح. ولو اللاعب ما راحلوش يا كابتن انت ممكن تروح له اوكي لان انت ممكن تقول للعيب تعالى ما يجيش ما فيش حاجه يعني ما فيش قانون يلزمه طبعا وطبعا هنا بسبب التوقف مش قانون يلزم اللاعب ان هو يجي لا خالص والله ما بس بنشوف قرارات حكام كتير قوي يعني بتروح كمان للنرفزه والعصبيه ده سلوك جيد من اللعيب اما يروح للحكم انما مثلا حسبت ضربه حره مباشره وعاوز ادي اللعيب انذار لا ممكن ما يجيش عادي ماليش ما اوكي اتفضل كده تمام. ده انا بقى بجيب دي اللقطه كمان يا كابتن ده برضو يعني واضح ان ازاره برضو يعني تنشن شويه في حاجه يعني ده بص هنا خطا ده مش الكتف القانوني تمام لان بس شروط الكتف القانوني لازم الكتف في الكتف بالظبط لازم الكتف في الكتف ويبقوا هما الاثنين على الارض وفي طول واحد برضو اوكي طبعا ده خطا سليم برضو طارق احتسبه كان قريب من الكوره دي فكان شايف الخطا كويس تمام. بعد كده نقدر نشوف بعد كده برضو خطأ تاني على أزارو تمام. بس دي تتحسب الحاجات دي بص يا كابتن بقى بص هنا بص اتفرج عليها هنا هي دي إنما في اللعبة السريعة ما فيهاش مشكلة إنما بنيجي نبص عليها بعد كده في البطيء
لازم طبعا هنا محتاجة طبعا. تمام. وخلي بالك يا كابتن انا عاوز اتكلم برضو في حالة نفسية. معظم الاخطاء اللي حصلت لازارو بعد الاصابة بتاعته. هنا انا بعتب على لعيب النادي الاهلي يا كابتن في حاجه مهمه جدا. محمد هاني طبعا. هنا ده الفوز صريح جدا على محمد هاني. التشويح ده ملوش اي لازمه. ده خلاص ده فوز سليم 100% تمام. وهو ناطط يعني مش معمول جنبه مفيش مشكله, لكن الدفع بالايد هو المشكله. بالظبط كده. انا بقى جايب حته الاعتراض بتاع محمد هاني. شيء طبيعي ان اللعيب يعمل فاول وكذا فاول في المباراه, مفيش مشكله. قعدت على عمد 15 فاول ما عندناش مشكله في القانون, بس هو الاعتراض باسلوب غير لائق طبعا. ممكن كان لازم هنا طبعا طارق لازم يديله انذار. ممكن يديله انذار لان في ماتشات افريقيه زي دي ما تعمل الحكم مش هتبقى مقبوله يعني. تمام. طبعا دي ركله الجزاء عاوزين نشوفها كذا مره وانا مستنيك. لا انا معاك, انا ما فيش مشكله. تمام. احنا الخطا شوف الايد بس, الايد الشمال دي ممكن تتحسب ولا احتكاك عادي؟ بص يا كابتن الكره دي احتكاك عادي جدا. اللعيب بتاع الكره في متناول اللعيب بتاع النادي الاهلي مش في لعيب بتاع. طب انا عايز اشوف فخد بس. ايزاك, هو اسمه ايزاك, لاعب حرس الحدود وايده الشمال. تمام. هو مسك وساب عادي, احتكاك عادي. بص يا كابتن الكره دي احتكاك عادي جدا. دي منافسه واضحه. انا مع انا ما بقولش حاجه. انا مع حضرتك في الكوره دي منافسه على الكوره. العيب بتاع النادي الاهلي رايح احتكاك عادي. احتكاك عادي جدا. لا يمكن كره زي دي تتحسب يعني بعد الحكم مباشره. احتكاك لا يرتقي الى ركله جزاء ولا يرتقي ان لو الكره دي بره ال 18 تتحسب. الكره دي انا شايف لو بره ال 18 ما حسبهاش. فانا شايف ان يعني ما كانش في توفيق لطارق النهارده في كره زي دي, الا بقى هو لو شايف حاجه ثانيه. انا الحكم الخامس قدامه برده على طول اهو. انا لما شفت الكره في الاعاده لقيت هو محمد لقيت طارق هو المصفر. ما اعتقدش خد القرار من محمد حسن. تمام. انا شايفها طبعا صعب قوي كره زي دي تتحسب ركله جزاء. تمام. ممكن نشوف اللي بعدها. طبعا ده تقدير طارق, ممكن نتفق او نختلف معاه. شايفها خالص, خلي بالك هو شايفها نص سودا ونص بيضا. من وجهه نظري انا دي لا يمكن لو انا حكم في المباراه ما احسبش كره زي دي طبعا. خلاص ده تنفيذ. ده اللي احنا النهارده شفناه, ده ما فيهوش اي مشكله. بالظبط. في بس كره اخرانيه اتحسبت لصالح النادي الاهلي لاكرم توفيق اللي اخذ انذار. خد فيها انذار. بالظبط. احنا لان لو في زاويه واضحه ممكن الكره دي ما يبقاش كارت اصفر, ممكن ترتقي لكارت احمر. خلي بالك بتبان في الاول ان عاديه جدا يعني. بالزبط. وانت بتتفرج قلت مش فاول اساسا يعني. اوكي. بالظبط. بس لكن لما شفت في الاعاده فعلا فاول سليم. فاول سليم 100% وطارق ضرب من غير فيها قوي. بالظبط. ده ضرب بالكره وفيها شيء يعني ممكن يوصل لايه لاستخدام قوه زايده شويه. لان الكره زي دي ممكن لا قدر الله تعمل اصابه جسيمه للعيب, لان الكوع ده لما يجي في الزور هنا طبعا بتبقى طبعاً خطر قوي. وحصلت في كاس عالم 94 لما تاخدني الذاكره يعني امريكا والبرازيل. ارتجاج في المخ على طول. حاجة بتبقى حاجات من المؤذيه جدا. انما كاجمالي المباراه النهارده مباراه ما كانش فيها يعني امتحانات في التحكيم كتيره. بس انا بس طالب من طارق برضو اول مباراه يعتبر لي للنادي الاهلي في الموسم ده. اعتقد دي تاني او تالت مباراه لي. اتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يظهر بالصوره اللي احنا متعودين عليها اكتر, وخاصه الكابتن سيد في تحركاته. يعني النهارده في كتير من تحركات طارق يعني ممكن يبقى فيها تحركات افضل من كده يعني. اوكي. انا قلت للناس ان انت محضر لنا شويه حاجات, بس النهارده وقتنا جري شويه. فاستاذنك نخليها في يوم تاني ان شاء الله, وتبقى مجمعه باذن الله. مجمعه باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن سمير في اي حاجه؟ لا كده الحمد لله. الحمد لله ماتش يعني. في حلقه سمير عندك ولا خلاص كده؟ في مفاجات يا سمير, احنا جاهزين. الحالات بتاعته خلاص في حاجه؟ لا خلاص هنجمعها بقى في يوم تاني ان شاء الله. تاني حلقه تانيه مع بعض ان شاء الله. كابتن سمير نورتنا. شكرا كابتن سيد. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. يومنا خلص على كده ان شاء الله الرحمن, بفوز الاهلي على حرس الحدود بهدفين لصلاح محسن. تاني مباراه على التوالي بيحرز اهداف, وهدف علي معلول. هي مباراه للنسيان لكن مرحله مهم فيها جدا 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 تجميع النقاط. يومنا خلص. بكره ان شاء الله الرحمن هنتقابل. ما تنسوش بكره وبعده ان شاء الله الرحمن عندنا حلقتين مهمين جدا جدا جدا. بكره 10:30, انا قلت 10 في البدايه لكن هي 10:30 ان شاء الله. ويوم الاحد باذن الله على خير هتبقى الساعه 11. يبقى بكره ان شاء الله الرحمن استنونا الساعه 10:30 باذن الله, ويوم الاحد الساعه 11. نتقابل على خير بكره باذن الله. تصبحوا على خير والف مبروك للاهلي.